السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع الجميل دوت تقدر تديله أي برومت أو تكست يبدأ إن هو يعمل لك صورة. الميزة إن أنت ممكن تقول له اكتب لي كلمة معينة فيبدأ إن هو يكتبها لك، زي كلمة كينج مثلا هنا، تمام؟ فتعالى مثلا نيجي هنا ونقول له اكتب لي كلمة مثلا بي، تمام؟ وهنا بقى بيقول لي الماجيك برومت، هل أنت عايزه أوتو ولا أون ولا أوف؟ يعني هو يطور لك البرومت ويبدا يكتب لك فيها شويه تفاصيل اكتر عشان تطلع الصوره افضل. الريشيو اللي هي النسبه بين الطول والعرض. الموديل طبعا اختار احدث حاجه. الفيزيبيليتي يعني هل انت عايز حاجه برايفت ما حدش يشوفها غيرك ولا بابليك، فهقول له جنريت فيبدا يعمل لي 4 صور تقدر ان انت تسيفهم بعد كده او تقدر انت تشاركهم مع اي حد انت عايزه. الجميل ان حتى لو انت عجبتك صوره تقدر تدوس عليها فتاخد البرومت اللي هم كاتبينه وتبدا تقول له اعمل لي، فبيعمل لك صوره مختلفه تماما عن الموجود. يعني الصوره دي مثلا لو خدناها ده البرومت كله اهو، واجي هنا اقول له خد لي البرومت دوت، فيعمل لك صوره خاصه بيك ملهاش علاقه بكل الصور اللي موجوده قبل كده، ملهاش علاقه بالصوره الاصليه اللي انت بدات منها. فموقع جميل جدا بيخليني اقدر اكتب براحتي على الحاجة. مثلا الكلمة ديت ممكن تكتب بقى الكلمة اللي انت عايزها، ماشي؟ ممكن بقى ايه، تعال نرجع كده باك. طيب لو انا عايز ارجع لصورة انا كنت انا عاملها قبل كده، دي الصورة هيت، تمام؟ لو دوست على واحدة فيهم هيبدأ يديك البرومت بتاعتها ويديك الموديل ويديك كل المعلومات بتاعتها. ممكن تيجي هنا على ماي بروفايل يجيب لك بقى كل الصور اللي انت عملتها قبل كده. طيب خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز بدل الكلمه دي تبدا بقى تكتب الكلمه اللي انت عايزها. مثلا هكتب فاطمه الزهراء، تمام؟ واقول له جنريت فيبدا ان هو يكتب اسم فاطمه على الصوره زي دي كده. ممكن تعجبك كلمه فتروح شايلها وتكتب الكلمه اللي انت عايزها. في واحد كاتب ايجيبت اهو، تمام؟ بص جميله ازاي، ملهاش علاقه طبعا بالصوره الاصليه، مش بتاخدها كوبي بيست، تمام؟ طيب ممكن تاخدها وتبدا بقى تعدل فيها، شوف انت عايز تعدل ايه، تمام؟ ممكن واحد مثلا من العراق من سوريا يبدا يغير. طبعا ما تغيرش هنا بس وتسيب دي، يعني تعالى هنا على كلمه ايجيبت وسميها مثلا سوريا، تمام؟ وتكتبها برضو هنا، يعني بقول له خد لقطة من سوريا وحطها في قلب الغلاف دوت واكتب لي على كلمة سوريا. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وظريف، تقدر تعمل كمية لا نهائية زي ما انت عايز اهوت. بتستنى ثواني الجودة بتعلى، تمام؟ اهو لو ما عجبتكش تقدر تكرر مرة واثنين وثلاثة. بس هو ده تقريبا الموقع الوحيد اللي بيكتب التكست بشكل حلو، الباقي بتلاقي كرر له حرفين او لغى حرف او دخل حروف ببعض وهكذا. فده الاداء بتاعه حلو تقدر تكتب بيه بشكل كويس، تمام؟ طيب مثلا خلينا نرجع نقول للصفحة الرئيسية، دي الحاجات اللي كنت عاملها قبل كده. ممكن نبدأ نشوف اكسبلور، أي صورة تعجبك دوس عليها، اقرأ التكست اللي موجود وابدأ اعمل الصورة منها. مثلا ممكن تختار دي وتقول له اكتب لي على كلمة قهوة مثلا، مثلا دي دي ممكن مثلا نكتب ايه، ممكن نكتب فلاور، يعني وردة. هنكتب عليها ايه يعني؟ هنكتب عليها صخور، هنكتب زهور، يعني بسيط. او كتبها. طيب لو انت مش عاجباك دوس جنريت تاني وتالت ورابع لحد ما توصل للي انت عايزه. راجع الكلام المكتوب، ممكن تكون في كلمة مثلا محتاجة تعديل لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه او للصورة اللي انت عايزها.